سمعنا في مواقع التواصل عن ابن الفنان طارق العلي، الله يشافيه وعافيه وقومه بالسلامة، صارت سالفة انه شرب مشروب الطاقة وعلى اثرها صارت له مشكلة صحية ادخل على سببها العناية المركزة. فهذه فرصة نتكلم عن هذا المشروب الشرير مرة اخرى وتأثيره على الاطفال والمراهقين. هذا الشراب اللي شكله كيوت وبريء ممكن حرفيا يقتل الطفل او المراهق عندما يشربه، وسجلت حالات في بلدان وبلدان العالم وفيات مثبتة للأطفال والمراهقين بسبب هذا المشروب. شنو قصته؟ هذا المشروب فيه كمية عالية من الكافيين، وأيضا فيه مواد منبهة نفس التورين مشابهة لعمل الكافيين. هذه الخلطة الشريرة ممكن تسبب تسارع شديد في ضربات القلب وتؤثر على كهرباء وتناغم أيضا ضربات القلب. هذا ممكن يعني قلب الطفل أو المراهق ما يستحمل هالشيء فصير مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. أيضا هذا الشراب عالي السكر وما في أي فائدة غذائية. فالأصل إن الأطفال والمراهقين ما يقربون من هذا الشراب إطلاقاً.